يا ساتر، 10 أفلام تلعب بعقل، تفكير، ذكاء، وتحرك عقلك، وفوق كذا متعة لا يمكن نسيانها. هلا، أنا ثمر من قناة ميجا فيلم، واليوم راح نقدم لكم الجزء الرابع من سلسلة 10 أفلام الذكاء والتلاعب بالعقل. كل مقطع من هذه السلسلة أجيب 10 أفلام ذكية وتفكيكها صعب جدا وغير كذا ممتعة للمشاهدة وتحرك عقلكم، وأنتوا بنفس الوقت راح تستمتعون فيها. متعة، تفكير ومحاولة فهم الفيلم كلها موجودة في هذا النوع. وهذه القائمة اخترت 10 أفلام شاهدتها ولحست مخي وفهم البعض منها شيء صعب جدا، وغير كذا أضفنا شيء جديد لهذه السلسلة. بعد التقييم راح أضيف وأكتب لكم درجة الصعوبة. الأولى متوسطة، الثانية صعب، الثالث صعب جدا، وغير كذا ممتعة للمشاهدة حرفيا، والبعض منها غير مشهور. وانجوي. الأفلام الإسبانية رهيبة، والمشكلة إني ما شفت منها الكثير، وبالتأكيد راح أعطيها فرصة، وهذا الفيلم هو اللي خلاني أقول لازم أعطي هذا الجمال فرصة. الفيلم جدا غريب واللغز فيه شيء أغرب. في بداية الفيلم في فتاة عمياء فجأة لقاها في البيت مخنوقة ومنتحرة، ولكن الكل ما يعرف السبب. من طرف آخر أختها اللي قاعد تخسر النظر تدريجيا. يبدأ الحماس أول ما تحاول أختها جوليا معرفة لغز انتحارها وسر هذا الأمر الغريب. ففيلم فيه غموض جدا مميز. Here's what's going to happen. I'm gonna read this and you're gonna listen. And you're gonna stay on the line and you're not gonna interrupt. You're gonna speak for any reason. عزيزي المشاهد، هل تعلم ان هذا العمل بس كلف 7000 دولار وطلعوا منه 842 الف دولار، وهذا الشيء مستحيل يتكرر. طيب يا ثامر، هل الفيلم حلو او لا؟ شوفوا، الفيلم كان جميل ولكن الصعوبة فيه عالية جدا، وحرفيا اول ما خلصته كان ودي اشوفه ثاني مرة. مدته بس ساعة وعشرين دقيقة، اثنين مهندسين يحاولون اختراع آلة نفس الوقت ما يدرون وش راح تسوي هذه الآلة. يبدأ حماس اول ما يرون النتيجة واللي راح تاخذنا الى لغز حله صعب جدا. مدري وأيضا مدري أنا وش قاعد أشوف. هذه هي ردة فعلي لهذا الفيلم، جميل ولكن صعب وتحتاجون تركيز علشان تحكمون عليه صح. لو ما فهمته بتصرف الأمر وبتقول عادي. يتكلم عن رجل وامرأة حطمتهم الحياة في مواقف كثيرة، وخلال هذا الفيلم يحاولون مسامحة أنفسهم. قصة قد ما تكون فيها لغز، ولكن حرفيا من أصعب الأفلام اللي شاهدتها بحياتي، وفيها شيء جميل ولكن اللغز حرفيا ما عرفته. تنبيه بسيط، قناة ميجا فيلم HD أول قناة تابعة لهذه القناة صارت قناة إنجليزية. بتقول لي ليش؟ هناك راح نقدم قوائم باللغة الإنجليزية ومقدمين يتكلمون باللغة الإنجليزية يستهدفون الجمهور الإنجليزي، أو أنتم حابين تسمعوا مقدمين ثانيين وتطورون لغتكم الإنجليزية فمرحبا بكم هناك. ولا تنسون تعلقون أهم شيء بالإنجليزي، لأن هذه القناة بتكون تستهدف الجمهور الإنجليزي، لأن في ناس كثير يتكلمون إنجليزي وما يشوفون قوائمنا الرهيبة. تخيل انكم جالسين في حديقة، فجأة تشوف شخص يشبهك، لما تشوفه يهرب. فيكتور يصير له هذا الامر، ولكن الصدمة اول ما يكتشف ان بجوار منزله آلة زمن، واللي كانت احد الباحثين، واللي راح تخلينا نشوف احداث غير مفهومة خلت هذا الفيلم جدا مميز. تخيل انكم تقعدون من النوم وتلقون نفسكم في جسد شخص اخر، والشيء المرعب انك جزء من برنامج تجريبي الحكومة قاعدة تطبقه عليك. فالسؤال ليش؟ علشان يعرفون مين اللي تسبب في تفجير مرعب في المدينة. موجود بالقطار وما عندكم الا 8 دقائق فقط علشان تعرفون مين هو. فيلم رهيب من ساعة ونصف كفيلة بأنها تسوي تمرير لعقلكم. بتقول لي ليش؟ آدم مدرس في جامعة، إذا رجع البيت ما في شيء يسويه. صديقه في الجامعة اقترح عليه أنه يشوف فيلم معين. يروح آدم يشتري الفيلم ويرجع يشوفه، ينصدم أن في شخص في الفيلم يشبه طبق الأصل ولا يوجد أي اختلاف. آدم يحاول معرفة سر هذا الأمر. باختصار فيلم لا يفوتكم. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow.
بالتأكيد من أصعب الأفلام اللي شاهدتها ومظلوم أيضا. طيب يا ثامر وش سالفته وليش حسيت أنه صعب؟ باختصار من وجهة نظري الحياة هذه أغرب شيء موجود، ولكن كيف بدت وكيف ظهرت هذه المخلوقات؟ راح نعيش في هذا الفيلم سالفة جاك مع والدته إلى وصولهم إلى 40 أو أكثر. غير كذا هالفيلم شارك فيه كاست فخم ومنهم براد بيت. فيلم جميل بالتأكيد راح يحرك عقلكم. So you're me in 30 years. من الأفلام الممتعة واللي فيها أحداث غريبة، وجبة فيها تركيز وأحداث أجمل، في قاتل محترف. الشيء الغريب أنه يشتغل عند مافيا تعمل على سفر الأشخاص عبر الزمن. القاتل يحددون معه وقت معين ويقولون له راح نرسل لك شخص في مكان محدد، أول ما يطلع لك فجأة اقتله. ولكن الصدمة تدرون، شوفوا هذا الفيلم، فيلم فيه أحداث رهيبة ومشاهد صعبة أنساها. دائما تسمعون ان ابن ادم طماع، لو تبي تشوف كيف شاهد هذا الفيلم، حرفيا يدخل ضمن افضل 50 فيلم شاهدته بحياتي. متعة ولغز لو ركزتوا فيه راح تعيشون فيلم صعب يتكرر. اعجبني فيه التلميحات في كل مشهد وكيف كل مشهد يعطيك لغز وتحاول حله. يتكلم عن بداية هذه الحياة وعن ثلاث قصص مختلفة لنفس الشخص. الشخص الاول يحاول معرفة سر الموت وايجاد علاج له بسبب ان زوجته فيها ورم مميت في المخ، وأيضا القصة الثانية لزوجته اللي تكتب كتاب عن شخص يحاول معرفة سر غريب جدا، والشخص الثالث يحاول معرفة سر الإنسانية. فيلم جدا صعب وفيه أسرار جدا كثيرة، لو تشاهدونه أكثر من مرة ما راح يضر لأنك راح تكتشف أسرار أكثر وأكثر، ففيلم بالراحة يستاهل يكون معنا. حدثني عن التصوير، الإخراج الرهيب وإبداع إيمي آدمز والكثير في هذا الفيلم. فيلم حرفيا صعب أنساه أو أوصف جماله لكم، في دقائق معدودة رهيب بمعنى الكلمة، والموسيقى التصويرية من ماكس شيء متعوب عليه. تخيل أنكم تمشون في الشارع أو أنك تطلع برا البيت وتشوف فجأة فوق مركبة فضائية شكلها غريب، والمشكلة أنها في كل مكان وبكل دولة. يبدأ حماس أول ما يطلبون من دكتورة لها خبرة بهذا المجال لمعرفة سر هذا اللغز الغريب والمميت، فبليز لازم تعطون هذه التحفة لو فرصة واحدة.